رأس المال السوري أحد المهاجرين من سوريا أيضاً، ففي البلاد التي تنعم ولو بقليل من الاستقرار حاول السوريون أن يكون لهم سوق يحافظون من خلاله على رأس مال أعمالهم. مصر التي استقبلت قرابة نصف مليون لاجئ سوري لم يسجل منهم سوى 100,000 تقريبا في مفوضية اللاجئين، إذ عمل معظمهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة وحاولوا الانخراط في سوق العمل المصري. مؤخراً هاجم صحفي مقرب من النظام الإدارة الاقتصادية المصرية التي أعلنت قبل أيام على لسان وزير الاقتصاد المصري طارق قابيل إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة 500 متر مربع، معتبراً أن ذلك سرقة موصوفة لرأس المال السوري وهدفها ألا يعود إلى سوريا. حوالي 25 مليار دولار قيمة استثمارات السوريين في مصر، في حين تجاوز عدد المستثمرين 30,000، وما زالت هذه الأعداد تتصاعد بسبب ما يحيط بالاقتصاد السوري من مشاكل وبسبب دعم السلطات المصرية للمستثمر السوري من جهة أخرى. محاولات النظام إقناع المستثمر السوري لا تتعدى التصريحات والوعود بعد دخول الشركات الأجنبية وخاصة الروسية والإيرانية وسيطرتها على قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد. فترى هل يعود المستثمر إلى نظام المحاصصة والبيروقراطية والفساد، أم أنه يقبل باتهامات بالجملة تصفه بالخيانة مرة والتخاذل مرة أخرى؟